نعمة للحكومة الجديدة تعالج يعني المشكلة الموجودة وتجزئها على 3 فصول. يعني بالإمكان أن تستفيد من المبالغ. تدري بالنسبة للمبالغ الأمن الغذائي مو كلها أنفقت، وهاي 300 مليار يجوز ما تسد راتب واحد لشهر واحد. إحنا أمام 103,000 منتسب بين الحشد الشعبي وبين جهاز الأمن الوطني والمنافذ الحدودية ومكافحة الإرهاب والمخابرات الداخلية والدفاع. نعم. 103,000 منتسب يحتاجون إلى 2,457 مليار دينار عراقي رواتب لمدة سنة. نعم. وهذه المبالغ بإمكان وزارة المالية أن تضع لها خطة لفصلين أو 3 فصول وبالتالي تحل هذه المشكلة. ندعو الأخوة في الوزارات المعنية الدفاع والداخلية والحشد وأيضا الأجهزة الأخرى إلى المتابعة ووزارة المالية، والمهم الاستجابة والسرعة في إكمال البيانات والجداول بالنسبة للمنتسبين وعملية الفحص والتهيئة وملء الاستمارات. الأعمار الكبيرة يعني سمعتك الأعمار الكبيرة ينحالون إلى التقاعد، وأيضا نعم. عمليا منح فرص لهذه الموارد الكبيرة اللي تعطلت بسبب ظروف وإرباك الوضع الأمني والمشاكل الإدارية والشح المالية. العراق بلد غني مو بلد فقير، بالإمكان موارده تنعكس على أبناء الشعب. زين.